السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. وبطبيعة الحال إحنا في الشهر المبارك العظيم رمضان، ونستغل فيه دروس قيمة شرعية تستمد وتستمد في المجال القانوني. نحاول أن نقتسم هذه المعرفة مع زملائنا وأصدقائنا وأيضا المشتركين، بعيدا عن مواضيع الإثارة الفن والدم والموسيقى. وعلى كل حال، هذه مناسبة لابننا في رمضان في عرض مواضيع تتعلق بعلم الفرائض بثلاث محاوره: الميراث والوصية وتصفية التركة. وهذه الحصة غنطرق بشكل خاص إلى كيفاش كتنفذ هذه الوصية. إذن يكون موضوعنا هو تنفيذ الوصية. وبطبيعة الحال، عند التنفيذ كتعترض المنفذ مسألة إثبات الوصية، أي عند التنفيذ كتعترض المنفذ مسألة إثبات الوصية، فالوصية لا تنفذ إلا إذا كانت ثابتة وقد قبلها الموصى له ولم يردها، والرد لا يعتبر إلا في حق الموصى له الرشيد دون القاصر، لأنها نافعة له، وهو ما ينص عليه الفصل 211 من المدونة. وعند النزاع الجاد بوقف تنفيذ الوصية إلى أن تثبت محكمة الموضوع في مدى صحة الوصية. أريد أن تنفيذ الوصية كيبقى مرتبط، هو مسألة إثبات هذه الوصية كيبقى مرتبط إذا كانت ثابتة وقد قبلها الموصى له ولم يردها، والرد لا يعتبر إلا في حق الموصى له الرشيد دون القاصر، لأنها نافعة له، وهو ما نص عليه الفصل 211 من المدونة. وعند النزاع الجاد يوقف تنفيذ الوصية إلى أن تثبت محكمة الموضوع في مدى صحة الوصية. وقد يدلي الورثة برجوع الموصى في وصيته، فلا يعمل بالوصية ولو سبق للموصي أن التزم فيها بعدم الرجوع. وأيضا تعترض منفذ الوصية إشكالية استخراج الوصية، خاصة عند تعدد الوصايا ووقوع التزاحم، وتسجيل الإشهاد بالوصية أو الرجوع، الإشهاد بالوصية أو الرجوع فيها داخل أجل 3 أيام من تاريخ التلقي، تبعا للفصل 194 من مدونة الأحوال الشخصية، فإنه ليس بشرط في صحتها، بل مجرد التزام مهني على العدل لا يحمل به الغير، وهو ما قضى به المجلس الأعلى بتاريخ مارس 1983 و24 دجنبر 1985. وبهذا تكون تنفيذ الوصية مرتبطة بثلاث عناصر مهمة، هو أولا قلنا إثبات الوصية، ثم الرجوع في الوصية، وأخيرا استخراج الوصية. إذن هاد العناصر الثلاثة
هما عند التنفيذ كتعترض فيهم مسألة إثبات الوصية، وهي كما قلنا لا تنفذ إلا إذا كانت ثابتة وقد قبلها الموصى له ولم يردها، والرد لا يعتبر إلا في حق الموصي له الرشيد دون القاصر لأنها نافعة، وما دام النص عليها الفصل 211 من المدونة طبيعة الحال. إذن نكون أو نقف في هذا الحد، وأشكر بطبيعة الحال جميع الزملاء والأصدقاء والمشتركين الحاليين والمشتركين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.